استقبل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله السيد أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي على هامش الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ. تشهد الاجتماعات حضورا رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة، بالإضافة إلى حوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية. تأتي الاجتماعات في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، خاصة من الناحية الاقتصادية.